يجب التذكير أيضا بالخيارات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة الجزائرية في مجال الاستثمار في الموارد المائية الغير تقليدية، لعل أبرزها محطات تحلية مياه البحر بصفتها حلا مستداما يمكننا أن يعوض أي عجز أو نقص في الموارد المائية السطحية أو الجوفية. وبفضل هذه المجهودات استطعنا إنجاز 11 محطة كبيرة لتحلية مياه البحر تنتج ما يزيد عن 561 مليون متر مكعب سنويا، للإشارة أن أفاق الجزائر لسنة 2024 هو إنتاج في حدود 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه تحلية البحر. إن تثمين المياه خاصة تلك الناتجة عن محطات تصفية المياه ومعالجتها تساهم في تسيير الطلب وتقسيم العادل لها بين المستعملين. وأخيرا أريد أن أقول أن التنمية المستدامة وحماية البيئة تعتبر تحديات كبرى للعشريات القادمة، والماء أول مورد متأثر بالتغيرات المناخية.